وصحبه وسلم. جواز تعدد النيات في النوافل؟ نعم. يجوز تعدد النيات في النوافل؟ قليل، في مسائل قليلة جدا، في مسائل قليلة جدا يعني تتعدد. زي مثلا ايه عندنا في مذهب مالك، انت تتوضأ مثلا تغتسل للجمعة وجمعت زوجتك يوم الجمعة، هل تغتسل غسلين، غسل الجمعة وغسل للطهارة من النجاسة؟ لا. إذن تجمع الأمرين في ايه؟ في نية واحدة، يعني في مسائل قليلة. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.